الفقرة دي هنتكلم فيها عن ألعاب الصالات في النادي الأهلي والتحديات الفترة اللي جاية هذا الموسم ودعم الفريق كمان بصفقات جديدة، ملف بيهم كل الناس طبعا هنتكلم بالتفاصيل. بس خلينا نرحب بضيفنا العزيز أحمد رشاد الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وسعيد ان انا موجود معاكم في 10 الصبح. واحنا كمان بجد يا رشاد وتشرفنا وبتعرفنا ايه الجديد دايما وبالذات في رياضات الصالات المختلفه، وعايزين نقف معاك بقى النهارده عند رياضه منهم. تحب نبتدي بايه؟ نبتدي طبعا بكره اليد، سواء طبعا اليد رجال او اليد سيدات. خلينا بس في البدايه نتكلم عن كره اليد وفريق كره اليد اللي احنا انا واحد من الناس كنت براهن عليه من الموسم اللي فات. الناس كلها كانت زعلانه شويه من فرقه كره اليد رجال في النادي الاهلي، لكن قدر النادي الاهلي ان هو طبعا يعمل فريق او يعمل جيل يقدر ان هو يستحوذ على كل البطولات خلال السنين اللي جايه. شفنا الموسم اللي فات فريق كره اليد رجال بيحقق البطولات، الموسم ده بيحقق برضه بطولات، فايز في كل المباريات حتى الان، لان النادي الاهلي لما اشتغل على فرقه كره اليد اشتغل بشيء مختلف، ان انت بتعمل جيل، ان انت يبقى عندك عناصر من الشباب وعندك عناصر من الخبره يقدروا ان هم يشيلوا قطاع زي كره اليد او زي الفريق الاول لكره هو اليد. هو ايه اللي كان حاصل؟ ففي ناس كانت زعلانه على فريق او من الفريق. الجماهير طبعا، انت عارف يا كريم ان الجماهير او جماهير النادي الاهلي دايما ما بتقبلش غير بالفوز طبعا. جماهير النادي الاهلي ما بتقبلش دايما غير بالمركز الاول. انت عندك فتره في كره اليد كان في تذبذب في الاداء، كان في طبعا خساره من المنافس، ما كنتش في احسن حال، لكن النادي الاهلي اشتغل على الملف ده كويس جدا، قدر ان هو يعمل جيل او يصنع جيل من كره اليد يقدر الفتره اللي جايه ان هو يستحوذ على كل البطولات. شفنا ان الموسم اللي فات الحمد لله طبعا والكل مبسوط من كره اليد في النادي الاهلي، الموسم اللي فات بيتوج بكل البطولات، الموسم الحالي بيتوج برضه بالبطولات ومتصدر الدوري حتى الان، ماشي بشكل كويس جدا في الدوري، لان انت دعمت الفرقه بعناصر شباب بعناصر خبره بصفقات جديده، جبت جهاز فني محترم بقياده طبعا الاسباني ديفيد ديفيز اللي احنا اتكلمنا دايما معاكم هنا عن قيادته للفرق او المدرسه الاسبانيه اللي احنا اتكلمنا عنها. وكمان على فكره المدرسه الاسبانيه ما نجحتش مع النادي الاهلي بس، هي كمان المدرسه الاسبانيه نجحت مع منتخب مصر لكره اليد طبعا الاسباني باستور. لكن خليني اقول لك ان فريق كره اليد في النادي الاهلي ماشي بشكل كويس جدا تحت قياده الاسباني ديفيد ديفيز، محقق كل الفوز في كل المباريات سواء في المرحله الاولى او المرحله الثانيه، عنده 16 نقطه بيبعد عن نادي الزمالك اللي كان المنافس للنادي الاهلي يعني. وكان الاقرب، بيبعد طبعا 4 نقاط الزمالك في المركز الثاني برصيد طبعا 12 نقطه، النادي الاهلي برصيد 16 نقطه. الفكره هنا بقى والحاجه المهمه جدا اللي انا عايز اتكلم فيها، بما اننا اتكلمنا عن كره اليد في النادي الاهلي او الدوري او النظام، ودي رساله مني، احنا طبعا الفتره الاخيره كنا بنشيد باتحاد اليد، وكنا لما منتخب مصر لكره القدم خسر بطوله امم افريقيا او خرج قصدي من بطوله امم افريقيا، قلنا او الناس كلها طلعت بتشيد بمنتخب مصر لكره اليد وتشيد بالاتحاد، ان الاتحاد المصري لكرة اليد عامل نظام مختلف، عامل قواعد، عامل نجاحات، فليه ما يبقاش اتحاد الكورة زيه زي اتحاد اليد، في نظام في شغل مختلف عشان تقدر ان انت تتوج بالبطولات. الاسباني باستور لما تعاقد معاه منتخب مصر حط نظام جديد للدوري. احنا الموسم اللي فات كنا عارفين ان الدوري من مرحلتين، مرحلة اولى ومرحلة تانية، وبيكسب طبعا المتصدر، لو في حالة التعادل بيبقى في طبعا مباراة فاصلة، لكن اتحط نظام السنه دي انا شايف ان هو نظام ظالم للانديه، مش على قدر الامكان اللي احنا متعودين من منتخب او من الاتحاد المصري ان هو يحط نظام بالطريقه دي. اتحط نظام ان انت بتلعب مرحله اولى ومرحله ثانيه، وبالرغم من ان انت تكون متصدر المرحله الاولى او المرحله الثانيه بتلعب في الاخر بيست اوف 3. ليه؟ تلعب 3 مباريات اللي يكسب منها مباريتين الاول والتاني. انت مع احترامي طبعا للاسباني باستور، هو حط نظام وقال لك ان انا عايز احط نظام يضاهي الانديه العالميه واتساع المنافسه، لكن مش موجود، مش ممكن ده يحصل مع الانديه اللي بره عشان قوه الاحتكاك، انما ما يبقاش انا هنا متصدر الدوري طول الموسم بلعب مرحله اولى بحقق الفوز في كل المباريات، والعب مرحله تانيه احقق الفوز برضه في كل المباريات، وارجع في الاخر العب 3 مباريات اللي يكسب بينهم مباريتين مع المركز الثاني.
طب فين بقى هنا العداله بالنسبه للانديه؟